كل الهدايا اللي جت هتكون من كل خطيب لخطيبته، من كل عشيق لعشيقته. ايوه بقى يا مولاتي. الخطيب الاول يتقدم. هو بيبو موجود؟ انا ابو حلموس تاجر بغال. مولاتي تسمح لي بخطبه الحسناء سعرانه ومهرها 100 بغل. ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك؟ موافقون؟ موافقون. اتفضل. اخلص، ما كانوش كام بغل. اوه ملك يا عتقيه، اوعي تفقسي دلوقتي وتزروتي الدنيا. انت في الشهر الكام؟ لسه في الخمستاشر. 15؟ ليه انت من الحيتان؟ الخطيبه الثانيه تقدم. انا كاني ابن ماني، والمهر دكان الزلباني. معروفه الزلباني ده، يعني بيع الزلابيه صح؟ مظبوط، دول عيله كبيره قوي ليهم في كل ميدان دكان، وسرتهم على كل لسان. واخترت مين يا كاني ماني؟ سليمه. سليمه، لا ده انت كده اخترت الغاليه. ها موافق؟ استنى بس، انت بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ لازم نمشي من هنا، ولا انت مبسوطه انك هتتخطب للملزق ده؟ مش انت بتقول انه من عيله كبيره؟ ما تعصبنيش يا سليمه، ما تعصبنيش وتخليني اتجنن عليكي. خلاص يا موكوس اهدى. طب احنا لو مشينا من هنا دلوقتي ولسه ما دخلناش السرداب استفدنا ايه؟ وهنخش ازاي بقى وانت مشغوله طول اليوم؟ بالنهار شغاله وسيط روحاني، وبالليل شغاله خطبه. بس بجد انت طلعتي هايله يا سليمه، يعني الست اتعالجت وانت جالك عريس. لا ومش اي عريس، ده حادي ابن بادي والمهر كرومبو زبادي، مش كده؟ مش اسمه كده؟ زبادي اسمه كان ابن ماني، والمهر دكان تحب ادشدش الدكان على دماغه عشان ترتاحي؟ هو انت غيران يا موكوس؟ نعم انا هغير من عيل عنده دكان؟ انا سلطان، سلطان ابن سلطان. بصراحه واضح انك مش غيران خالص. طب خلينا في المهم، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصي، هو مفيش غير حل واحد، احنا نخدرها نقطع مناخيرها، نروح نفتح بيها السرداب، نجيب الكتاب، نرجع نلزقها لها تاني. هي ايه دي اللي هنقطعها ونرجع نلزقها تاني؟ هو كيس مخده؟ انت مجنون؟ عندك حق. طب ايه، نقطع رقبتها؟ هو ليه اول حاجه بتيجي في دماغه نقطع رقبتها، نحطها في الفرن الناري، نديها السم الهاري؟ ليه كده يا جماعه؟ احنا اختياراتنا محدوده يا سليم، هنعمل ايه؟ تفتكري ممكن تكون عامله نسخه تانيه؟ عامله نسخه تانيه من مناخيرها؟ ليه، هي هتنساها في بيت القلائط؟ اختياراتكم المحدوده دي جوه مخكم على فكره. طب هنعمل ايه؟ ياه، لو السلايم بتاع عمر ده موجود دلوقتي كنا خلصنا في ثانيه. عندكم صلصال او عجين؟ هنجيب عجين منين؟ ممكن نجيب عجينه من عند خطيبي الزلباني. ما تستفزنيش يا سليمه، ماشي؟ عشان بجد روسك من خدودك؟ ها؟ أنا هنزل أجيب لك عجين، وأجيب لك زلابية كمان. من عند خطيبي، ها؟ المملكة هتصحى، المملكة كلها هتصحى. حطوا على الأرنبة وافرد. ايه؟ حط على الأرنبة وافرد. ايه فين الأرنبة دي؟ طرطوفة مناخيرها. دي أرنبة ماشي، لكن دي ثعلبة. بس بقى يلا. عايز ايه يا موكوس؟ كنت هتتشفط ولا ايه؟ انا كنت هتشفط، انا كنت رايح جوه خالص. خلاص امسك نفسك. رايح تاني؟ ايوه ايوه معلش. امسك. ايوه ترينا لو حصل حاجة شديني. ايوه طبعا. كويس انا كويس انا كويس انا كويس. ششش. عامل ايه؟ يلا يلا حطها بس، يلا ناخد المريخ. استني بعد السحبة، بعد السحبة خش. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.